أول خبر معنا هو عن بداية استعدادات الأهلي لمواجهة فريق الداخلية بكرة الثلاثاء إن شاء الله في الجولة المؤجلة من الأسبوع العشرين ببطولة الدوري الممتاز. وبدأ اللاعبين التدريبات امبارح على ملعب مختار التتش تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني. وانقسمت التدريبات على اللاعبين اللي شاركوا بشكل أساسي في لقاء سان داونز واللي كانت تدريباتهم عبارة عن تدريبات استشفائية، أما باقي اللاعبين فشاركوا في تدريبات متنوعة. وكمان شارك مصطفى مخلوف، كريم الدبيس ورأفت خليل في التدريبات الجماعية، وده بعد ما نهوا مهمتهم مع منتخب الشباب والمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب اللي كانت أو لسه بتستضيفها مصر. إن شاء الله نفوز بكرة علشان نعزز من صدارتنا الجدول الدوري ونفرق بكتير عن أقرب منافسين لينا، ويكون كمان دافع لينا في المباريات اللي جاية إن شاء الله. نروح بقى من الاستعدادات